أنا في طريقي إلى المنزل يا ياسين سأعاود الاتصال بك فور وصولي ما هذا الصوت؟ على ما تبحث؟ أنا هنا خلفك من أنت؟ أنا الشارع الذي قذفتني بعلبة العصير الفارغة الشارع؟ لماذا تضربني؟ هل أذيتك في شيء؟ إني أتحمل سيرك علي كل يوم أكثر من مرة لم اضربك انا القيت العلبة الفارغة اصابت عيني وسببت لها هذا الورم علبة عصير تفعل كل ذلك وهل هي علبة واحدة؟ اني اتلقى مئات الضربات في عيني وجسمي كله من اطفال مثلك في الذهاب والاياب عفوا لم اكن اعلم ان الشارع يتالم ولماذا لا اتالم اليس لي قلب ومشاعر حولتموني من طريق تسيرون عليها الى سله مهملات كبيره ما هذه المياه الغزيره انها دموعي التي فاضت من عيني رغما عني لا احد يشعر بي والكل يعاملني بقسوه سارحل من هنا وستخرج غدا فلن تجدني ولن تستطيع الذهاب الى النادي او المدرسه لا 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 سيرحل الشارع يا امي سنخرج من البيت فلن نجد طريقا نمشي عليه. ما هذا الذي تقوله يا عمر؟ أقول لك ما قاله الشارع نفسه. يا حبيبي، إنها خيالات في ذهنك. ليست خيالات، لقد رأيته بنفسي. أصابته علبة العصير وتورمت عينه. عمر، هل للشارع عين؟ نعم، له وجه كامل. انظري، ها هو الشارع. قد أتى خلفي لينتقم مني. يا حبيبي، الشارع ممتد من النادي وحتى المنزل. أغلقي الأبواب جيداً، لا تسمحي له بالدخول إلى المنزل. شادي، هل ما زلت تحتفظ برقم الطبيب النفساني الذي عالجك العام الماضي؟ نعم يا شادي، عندما كنت تتصور ان عداد الكهرباء يشتكي اليك من ترك الانوار مفتوحه لماذا تذكرت ذلك الان لقد شفيت والحمد لله عمر يا شادي يتخيل ان الشارع يتكلم ويتالم من الاشياء التي نلقيها فيه <applause> الشارع يتكلم ويتالم <applause> 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 <أه> ما هذا الصوت صوت الشارع الذي قذفته بعلبه البطاطس <applause> الشارع؟ لماذا لم تنتظر حتى تلقي العلبة في سلة المهملات؟ لا 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 لا, لا. <تصفيق> 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 ها هو الشارع بشكله العادي، يبدو أنها كانت خيالات فعلاً كما قالت أمي. <تصفيق> <تصفيق> عمر الامام البخاري ماذا اصابك يا عمر ارى الشارع يتالم ويتكلم ضميرك هو الذي يتالم بسبب ما فعلته في الشارع ها وماذا فعلت القيت فيه المهملات امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان نرفع الاذى عن الطريق لا ان نضع الاذى بايدينا نرفع الاذى فماذا قال قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا أعطوا الطريق حقه قل لي إذن ماذا افعل الان تصحح خطاك وتسرع لتعتذر الى الشارع وترفع عنه اليوم ما القيته فيه بالامس ما كل هذا الم تلق كل هذا بالامس ابدا كانت علبه عصير واحده انتظر حتى اجدها ماذا تفعل؟ ابحث عنها حتى اخذها والقيها في سله المهملات. وتترك بقيه القمامه؟ نعم فقد القاها غيري. الا تطمع في اخذ ثواب رفع الاذى عن الطريق؟ أه؟ اطمع طبعا. اذا هيا لنرفعها معا. الامام البخاري يرفع القمامه عن الطريق؟ يا عمر من تواضع لله رفعه. لي إذن هل وضعت زوجتك مولودكما قبل أن تغادر مصر؟ نعم وقد سعدت به كثيرا يا عمر مبارك ما جاءك يا أبا أحمد جاء في ليلة السابع والعشرين من رمضان وأظنها ليلة القدر بإذن الله فال حسن يا حبيبي. يقول الشيخ سعيد بن ابي مريم: ان احمد يشبهني كثيرا. اتمنى ان يشبهك ايضا في خلقك وعلمك. اه هل تريدينه عالما مثلي في المستقبل؟ نعم، ستعلمه القران والسنه النبويه منذ نعومه اظفاره. حقا يا احمد، وهل ستساعدني في اتمام كتابي الجامع الصحيح؟ عندما يكبر احمد ستكون قد انتهيت من تاليف الكتاب ان شاء الله اه وسأحكي له كم بذلت فيه من وقت وجهد حتى أتمه ويستفيد الناس منه ومتى سنغادر مصر؟ بعد العيد باذن الله. اصر الشيخ سعيد بن ابي مريم ان القي خطبه العيد بنفسي في ساحه مسجد عمرو بن العاص الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها الاخوه المؤمنون اظلنا يوم كريم يوم عيد الفطر العظيم يوم الجائزه فهكذا سنه الاسلام ياتي عيد الفطر مكافاه لنا بعد الصيام وياتي عيد الاضحى مكافاه لنا بعد الحج ويوم عرفه انهما عيدان مباركان في الاسلام نفرح فيهما باللهو المباح نزور اقرباءنا ونحرص على صله الارحام ونفرح معنا الفقراء والمساكين والايتام نعود المرضى ونطعم الجوعى ونحرص على ان يكون العيد عيدا لكل أمة الإسلام، فالفرحة الحقيقية هي التي نقتسمها معا ونشعر بها سويا، فلا فرحة وأخي حزين، ولا شبع وجاري جوعان. والله يا شيخنا لن ننسى هذا العيد الذي شرفتنا فيه. وأنا أيضا لن أنسى هذه الأيام الجميلة التي قضيتها معكم في مصر. من اول يوم في رمضان وحتى اخر يوم في عيد الفطر وكيف تنساها وقد رزقت فيها بابنك احمد ساذكره دائما بان مولده كان بمصر وسيحبها مثلما احببتها واحببت اهلها المهم الا تتركنا وفي نفسك شيء مني كيف لي ان احمل شيئا في نفسي للشيخ النسائي على علو قدره ربما اغضبني انك لم تاخذ بكل ما قدمت